مشاهدي ومتابعي موقع ومنصة مباشر من مصر في كل مكان، أهلا بيكو. معاكو أنا نرمين سعد ولايف جديد من محافظة دمياط، وتحديدا من قرية الشيخ درغام. للأسف احنا في واقعة يعني صعبة جدا، حريق قضى على البيت بالكامل زي ما حضراتكم شايفين، حريق هائل التهم البيت بالكامل، البيت كله بقى رماد. كارثة بمعنى الكلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النار قضت على البيت بالكامل، ما بقاش فيه أي حاجة سليمة. زي ما حضراتكم شايفين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل حاجة راحت في لحظة.
النار ما سابتش حاجة في البيت، البيت كله بقى عبارة عن رماد. يعني حتى الحيطان وقعت. زي ما حضراتكم شايفين الحريق التهم البيت بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين دي كانت أوضة والحيطان بتاعتها وقعت اهي، هي كده بقت في الشارع اهي. دي كده المكان ده كان أوضة. والحيطان بتاعته خلاص وقعت، النار كلتها. الحيطان اهي. دي كانت أوضة مقفولة والنار من شدتها الحيطان وقعت. أم محمد صاحبة البيت هتحكي لنا ايه اللي حصل. طبعا يعني ربنا يعوض عليكي. انا كنت عند المقابر عند جوزي، وجات سلك تعبانة التشربة جنب بيتي، عيل قال لي دفتك دخان. على ما طلعت لقيت الدنيا راحت. طب قوليلي الاول انت جوزك فين؟ جوزي متوفي. يعني انتي أرملة؟ ايوه جوزي متوفي. معاكي ولاد قد ايه؟ معايا 6 عيال. منهم حد متجوز؟ البيت. واحدة متجوزة والخمسة معاكي؟ ايوه. يعني انتي كنتي رايحة تزوري زوجك في المقابر؟ ايوه. وبعدين؟ رحتي بعد كده فين؟ عند سالفة تعبان. رحتي زيارة؟ جنبي يعني جنب البيت خالص. بعدين بقى ايه اللي حصل؟ واحد قال لي دفدت في دخان. جيت اشوف البيت، طلعت اجري وجيت اشوف لقيت الدنيا بعينك فحمة. من عظم الفحم والحاجة دي الدنيا بعينك دخنة والمطاطا. انا عايزة اعرف حاجة، يعني وقتها الكهرباء كانت موجودة ولا؟ كانت مقطوعة. واما بتركها تتقطع في واحد هنا بتاع الكهرباء بيقف عند الجابين عند الكشك بينفصل الكهرباء. لما الكهرباء بتقطع الكهربائي بيفصلها من الكشك. ايوه. عشان ايه؟ عشان لو رجعت شديده ولا حاجه ما حصلش قفله ولا حاجه. يعني وقت الكارثه دي الكهرباء كانت قطعه. كانت مقطوعه. فالحكومه اجت والمطافي فقال له ايه ده مس الكهرباء. بس كانت النور مقطوع. صحيح مس كهربائي. يعني مثلا احنا لو هنقول مس كهربائي ان الكهرباء كانت قطعه وبعدين جت شديده، انما انت بتقولي هو كان الكهربائي فاصل الكهرباء من الكشك العمومي. ايوه. عشان لو جت الكهرباء ما تبقاش زايده. ايوه صح. تمام. ايوه. فما يحصلش قفله. ايوه. انت بتقولي دي كانت اوضه كان فيها سراير.
عايزين نوري الناس بس بس كده. نعم ايوه. دي كانت اوضه كانت اوضه لما انا ولادي يعني دي كانت اوضه مقفوله مقفوله في الشارع اللي في الشارع ده كله كله ده كله كان حيطان. ايوه يعني دي كانت اوضه هي كله دخلت حيطان. كانت لما دي لما انا ولادي جزء ثلاث سريران والنيش والكنب والسراير بقى وكل شيء والهدوم ما عادش غير على البلاطه ما فيش شيء في الدنيا. انا مثل ما لا هدوم البسها لنا ولا اولادي والناس كلهم والله العظيم اصحابهم جايبين لهم هدوم من بيوت لابسينهم ولا في حل ما عادش حل شيء في الدنيا ربنا خلقه. انت حتى كان جاي لحسن كان جاي لحسن في رمضان كل ده تنوعه عشان الجوز بيتوفى له 4 شهور. انت يا ام محمد قاعده فين دلوقتي؟ ماليش قاعده في الشارع ماليش حته قاعده بالله في الشارع انا وولادي وماليش عارفه بعمل ايه واروح فين. الناس كلها مستغربة ازاي دي الأوضة دي والحال فيها اتفنت راحت فين؟ النار الله أكبر على النار ربنا فينا شرها. النار أكلت البيت اللي كامل الدنيا والتلاجة والبوتجاز وكل شيء في كل حاجة راحت مفيش حيلة الوقت شيء. ربنا بقى هو يتولى بي ربنا يتولى بي لأولادي. طبعا احنا متابعين معاكم شكل البيت. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة راحت النار قضت على كل حاجة في البيت. يعني الحيطان بتاعة البيت نفسها وقعت من النار ومن شدتها. ام محمد دلوقتي قاعده في الشارع هي واولادها. في لحظه الاربع حيطان اللي كانت بتحميهم راحوا. ارمله عندها 6 اولاد ملهاش مأوى وقاعده في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي الحيطة اللي وقعت اهي. كل دي كانت اوضة حضراتكم متخيلين. يعني ارملة معاها 6 اولاد قاعدة بيهم في الشارع بلا مأوى. مفيش عندها اي عائل مفيش عندها اي حاجة تتسند عليها. طبعا كارثة كبيرة. ام محمد بتطلبي بايه بتستغيثي طالبه ايه من خلال اللايف؟ عايزه بس حاجه تستنى انا وولادي مش عايزه مكان تقعدي فيه مكان او مكان اقعد فيه او يعني اللي ربنا يعمله انا موافقه عليه. انت دلوقتي ما فيش معاكي لا فلوس ولا هدوم ما فيش انت شو امتى شايفه الدنيا ما فيش شايفه الدنيا ان انا احتكم عليه. كان جاي لحسن في رمضان ما كلتها. طبعا انت دلوقتي قاعده في الشارع يعني ما فيش ليكي مصدر رزق ما فيش عائل لا ما فيش هدوم ما فيش اي حاجه. لا والله قاعده انت ولادك في الشارع. ايوه لا حول الله ما فيش حاجه في الدنيا. طبعا احنا ما اكلت الحاجه كلها اكلت الدنيا
كيف الحال كلها؟ مانيش عارفة يعني هعمل ايه انا وولادي، مانيش عارفة يعني. حاجة غريبة، هنقول لهم النار تاكل الحيطان وتاكل الدنيا كده، وما فيش حاجة مثلا نستند عليها، نستند عليها ولا حاجة في الدنيا. ان انا هدوم ما فيش ليا هدوم، ولادي والله العظيم والله العظيم الشباب عاطين لهم هدوم البتاع امبارح، مطرح ما كانوا بيطفوا الدنيا مقلوبة علينا، ما حد حيلته شايف الدنيا. بس عايزة مكان، مش عايزة على مكان بس اقعد فيه انا وولادي. الحيطان يعني الاوضه اللي انا واقفه فيها ديت، الاوضه اللي انا واقفه دي كان فيها سريرين وميش وكنب، كل دوت ما فيش. الناس كلها مستغربه ازاي النار بتعمل كده. وربنا قد ايه الحريق؟ قعد قد ايه؟ قعد يجي 4 ساعات ومحدش عارف يجي لها جنب، محدش عارف يجي للدنيا جنب. لما بينا هنا اه مطفي اجت، والحكومه اجت والدنيا تقل بيت، وبتوع الغاز اجوا والدنيا تقل بيت، ولكن آه. بصعوبه. اي ده ساعات وساعات ساعات، كل ما يطفوا يطلعوا حاجه ولعه، كل ما يطفوا يطلعوا حاجه ولعه. ما احناش مانيش عارفه بقى. طبعا احنا بنتمنى من خلال اللايف ان يكون في استجابه، يعني لان ام محمد دلوقتي قاعده في الشارع هي ولادها، ملهاش عائل، ملهاش اي مصدر رزق. لا ما بتشتغليش، لا لا ملناش حاجه، ملناش حاجه، حتى ولي حاجه تسند عليها لا كده ولا كده. والحمد لله ربنا موجود، وكلت ربنا بقى يعمل لنا بقى اللي هو. يلا الحمد لله. طبعا دي كارثه كبيره اللي ام محمد فيها، لان هي دلوقتي ملهاش عائل ومش عارفه هتعمل ايه. واحده قاعده في الشارع هي وولادها، مفيش حتى هدوم يلبسوها، مفيش اكل، مفيش 4 حيطان، وحتى لو حد من الجيران يعني خدها عنده يوم، هي وولادها مش هيقدر ان هو يستحملها اكتر من كده. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابو محمد. نعم. طبعا احنا بنتمنى ان يكون في استجابه من خلال اللايف، ويعني ان الكارثه اللي انت فيها دي يكون ليها حل، لان انت دلوقتي طالبه 4 حيطان تقعدي يحميك انت وولادك يعني. ربنا يعوض عليكي، ونتمنى ان شاء الله يكون في استجابه من خلال اللايف. أشكر. يا رب. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين النار التهمت بيت ام محمد بالكامل، التهمت الحيطان والبيت كله بقى عباره عن كوم رماد. نتمنى ان يكون في استجابه من خلال اللايف، لان ام محمد بتستغيث، هي طالبه 4 حيطان يحموها هي وولادها، لان هي ملهاش عائل ملهاش مصدر رزق. ربنا يعوض عليها ويكون في استجابه سريعه. بشكر حضراتكم جدا على متابعه اللايف، كانت معاكم نرمين سعد من محافظه دمياط.